انطلق يحمل المهجنات كذلك لا تقل أهمية، لا تقل الانطلاقات، لا تقل أداء عن الأشواط الماضية، تحمل كذلك الكثير والكثير من الأسماء اللي صالت وجالت في سن اللقاية في العام الماضي وقبل ذلك في الحقائق، تأتي بالإبداع في الإذاع في صباح هذا اليوم لنبحر مع المراكز الأولى في هذا المسار. والمركز الأول هذه من قادة الشوط مشاهدينا متابعين الكرام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ما أعتقد أن الشاعر مبارك بالعود العامري أبو مسلم اللي يتصدر المجموعة. وهذه تقدمت مشاهدينا الأعزاء مزوح 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 مبارك بن حمد بالعود العامري اللي تقدمت بالمركز الأول وسيطرت على المقدمة من البداية وقادت الشوط في هذا المسار. تليها في المركز الثاني تقدمت في ثاني المراكز نوف 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 سعيد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري يتقدم في المركز الثاني. المركز الثالث مع بن رشيد وسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد يتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وفي هذه نجوى. المركز الرابع رابع المراكز وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء وهذه النصيبه تعود ملكيتها محمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس تقدمت له ووصلت له الفائزه راشد بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري يتقدم. المركز السادس شوف هناك اللي تقدمت في المركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز هذه مراسيل طارش بن مفرح بن مطر المسافري والمركز السابع 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 وهذه هقاوي هقاوي عبد الله بن طالب بن شريم المري يقدم هقاوي في المركز السابع. المركز الثامن هناك ثامن المراكز هذه اللي وصلت مشهورة لحمد بن سالم بن هضع الشريفي والمركز التاسع والعاشر. عموما على كل حال بنشوف بنساير بناخذ العاشر التاسع والعاشر إذا أمكن ذلك لنكمل النداء. هذه التاسعة اللي وصلت في المركز التاسع مشاهدينا الأعزاء تقدمت في هذه اللحظات العزرة لعوض بن مبارك بن عوض بالكيل العامري والمركز العاشر تدخلت في هذه اللحظات تدخلت في هذه اللحظات لافية لسالم بن غدير بن حمدان الوهيبي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في الشوط السادس في المهجنات في الإذاع. نروح مع الشاعر نروح مع أبو مسلم نروح مع هذا الانطلاق ونتقدم بالمركز الأول وهذه نزوح 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 مبارك بن حمد بالعود العامري اللي يتقدم هنا في سباق الهجن مع التراث والأصالة ويتقدم هناك في الثقافة في شاعر المليون وبالبيرق في النسخة الماضية. شكرا يا أبو مسلم على هذه المشاركات والإبداعات الجميلة والرائعة. المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدي الأعزاء مراسيل طارش بن مفرح بن مطر المسافري في هذه الانطلاقات والتحديات النصيبة. محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم ولكن هنا تتواجد فيه نجود وسلمان بن علي بن رشيد الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. هناك نعود مع عاشق السلالة الشاهينية النصيبة محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. بدأت الأمور شوف التحرك شوف الوصول وصلت مشهورة حمد بن سالم بن هضعة الشريفي يتقدم ولكن عودة 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 إلى التقارب عودة إلى التنافس عودة إلى لوحة الإعلان 1200
المتابعين، نذكر المضمرين، نذكر المتابعين والحاضرين بالألف ومئتين مشاهدي العزاء، وغير بنهضع غير، غير بنهضع غير على مقدمة الشوط الشريفي، الشريفي مشهورة مشهورة حمد بن سالم بن هضعه الشريفي يتقدم مع مشهورة على مكان الشهرة على مكان الناموس، مسيطرة ومركز ما شاء الله، مركز وشكلها عون ولون، عون ولون في أداها وشكلها الجميل ما شاء الله. الله يا الشريفي الله. النصيبة في المركز الثاني محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثالث، وهذه تقدمت نجود خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات الجميل. والستمائة متر الأخيرة جولة الأوامر، جولة الأوامر، ومشهورة مشهورة مشهورة حمد بن سالم بن هضعة الشريفي على المركز الأول، ولكن بن رشيد وأهالي جميرة، أهالي جميرة محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثاني والمركز الثالث. هذه وصلت نجود، نجود 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 لسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي يتقدم، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام. هذه مشهورة 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 حمد بن سالم بن هضعة الشريفي وبن رشيد من الجانب الثاني السويدي، بن رشيد السويدي وبن هضعة الشريفي، بن هضعة الشريفي. أهالي زاخر في العين، أهالي زاخر دار المفاخر في هذا الانطلاق، تهانينا حمد بن سالم بن هضعة الشريفي على فوز مشهورة بالمركز الأول وانطلاقتها في هذا الشوط بجدارة وتحديها. المركز الثاني نصيبة محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، المركز الثالث من وصلت فيه نجود لسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، المركز الرابع هذه لافية لسالم بن غدير بن حمدان الوهيبي، والمركز الخامس من وصلت في مراسيل لطارش بن مفرح بن مطر المسافري. هذه النتيجة، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا أول خمس المراكز عفوا الخمس المراكز في حالة وصولها. نعود إلى التوقيت الزمني 7:46 وسبع أجزاء من الثانية من قدمت هذا التوقيت مشهورة، تهانينا والناموس حمد بن سالم بن هضعة الشريفي على هذا الفوز وعلى هذا الصمود الجميل. بينما المركز الثاني 7:47 أجزاء من الثانية من حلت في المركز الثاني مشاهدي العزاء، النصيبة لمحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز الثالث، المركز الثالث نجود. هذه على شاشة التلفزيون 7:48 بالوفاء والتمام، تهانينا سلمان بن علي بن رشيد الكتبي وتهانينا لجميع الفائزين. شاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية في انطلاقاتنا الصباحية، وها هي انطلاقة شوطنا السابعة بعون من الله.